مش متفائل هلبة، لان بحكم صعب حاليا الناس المترشحه كلها شبه الشعب كله عنده خلافات مثلا على شخص معين على شخص ثاني، حد من المنطقه هذه حد من المنطقه ذيك، مش كل الناس يعني حتقبل بيه الشيء هذا ان شاء الله. طبعا مثلا مش معروف مصير هالانتخابات هذه، ولكن في حاله ان صارت من موضوع انتخابات وكذا، هي اكيد نبوات مهد لنا لشيء يخلي التداول السلمي للسلطه. يعني نبوات اساس ان الدستور هذا اهم شيء، هو المفروض ما كانش الانتخابات طبعا تقوم بلا دستور. انا من اكبر المعارضين لقيام انتخابات بلا دستور. عندنا قلق من وتخوف من عملية تأجيل الانتخابات، لأن خلاص سادنا معش عندنا نية يقعدوا نفس الوجوه الموجودة حاليا يقعدوا في الواجهة، نبوا حكومة جديدة، رئيس وبرلمان منتخب جديد، نشقوا بعدين بالدستور ونقدموا لقدام، سادنا نروحوا في نفس المكان لمدة 10 سنوات. والله نحن عندنا أمل كبير في الانتخابات باش تقضي على الفوضى اللي عمت البلاد وحالة التمزق والانقسام اللي تمر بها البلاد.